السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. النهارده ان شاء الله معانا عطل جديد في ماك بوك اير، الموديل بتاعه A1466 من الموديلات القديمه والمنتشره انتشار كبير جدا. والعطل اللي موجود معانا النهارده ان الجهاز بتاعنا فاصل اضاءه. تمام، طيب خلونا كده نبتدي، بس نشغل الجهاز الاول. باور زي ما احنا شايفين الكرنت درو على الباور سبلاي. انا دلوقتي بس هحاول ان انا يعني انور الفلاش بتاع الموبايل على اساس ان تظهر بيانات معانا ونقدر نشوف البيانات ظاهره قدامنا. انتظر بس لما الجهاز يشتغل. دلوقتي الجهاز اشتغل وزي ما احنا شايفين ده اللوجو الخاص بابل، ولكن لما اشيل الفلاش بتاع الموبايل زي ما احنا شايفين مفيش اي اضاءه عندنا على الشاشه. صراحه انا كل اللي انا عملته في الجهاز ده بعيدا عن الكاميرا ان انا جربت شاشه ثانيه وللاسف نفس المشكله. الكلام ده معناه ان احنا العطل عندنا على المذر بورد. طبعا كلنا عارفين ان كل اجهزه الماك الاضاءه او دائره الاضاءه بتاعتنا ما بتكونش على الشاشه زي بقيه اللابات، ولكن بتكون على المذر بورد. عشان كده ان شاء الله باذن الله هنبتدي ان احنا نفك المذر بورد ونرجع ناخد القياسات بتاعتنا مع بعض مره ثانيه. طيب خلونا نبتدي ان احنا ناخد القياسات بتاعتنا تحت الميكروسكوب في البدايه. طبعا الدايره بتاعت الاضاءه دايره بسيطه، ممكن لو احتاجنا الاسكيماتيك والبورد فيو نرجع لها، ولكن مبدئيا ده السوكت الخاص بالشاشه نفسها. وعندي هنا المكثفات، دي هي المكثفات الخارج، وعندي طبعا ده الكويل وده الدايت. تمام، طب مبدئيا كده خلونا نشوف الممانعه على مكثفات الخارج. هنا شوف قيمه الممانعه، والممانعة بتاعتنا 76.8 اوم. الممانعة دي بالنسبة لي برضو قيمة مش طبيعية، اعتقد ان القيمة دي اقل من القيمة الطبيعية. القيمة الطبيعية اعتقد ان هي بتكون في الموديل ده من البرد في الكيلو اوم. طيب خلونا كده نشوف الدخل بتاعها. زي ما احنا شايفين انا في عندي هنا الفيوز الخاص بالانبوت، زي ما احنا شايفين في واضح عليه اثار حرق. اعتقد ان الفيوز ده تالف. خلونا ناخد الممانعة بتاعته، والممانعة بتاعت الفيوز بتاعتنا يعني فوق 200 اوم وبتبتدي ان هي تزيد معايا. طيب خلونا كده نشوف على اطراف الفيوز هل في اي شورت عندي ولا لا. بالنسبة للطرف ده من الفيوز هنا بالكيلو اوم. طيب بالنسبة للطرف ده من الفيوز بالميجا اوم، ولكن الفيوز نفسه فيه مشكلة بالنسبة لنا. ناخد الممانعة بتاعتنا على الفيوز مرة تانية عشان نأكد بس القياس. هو طبعا واضح جدا من الشكل، حتى يعني الفيوز زي ما احنا شايفين كده يعني محروق تماما، وبالتالي احنا نحتاج ان احنا نغير فيوز. تمام، دي النقطة الأولى. النقطة التانية زي ما قلنا قبل كده، الممانعة على مكثفات الخارج بتاعتي تعتبر ممانعة قليلة، اللي هي قيمة 73.4. القيمة دي أنا بالنسبة لي مش من القيم الطبيعية. تمام، طيب بالنسبة لي الدايود، خلونا نجيب وضع الدايود. ده دايود الدخل على ما أعتقد. خلونا نشوف كده وضع الدايود ده ايه. نقلب الطرفين بتوعنا، يعني اعتقد ان الدايود سليم. طيب خلونا كده نشوف الاي سي اللي بتحكم في الدايره، اي سي البوست. طبعا هو الجهه المقابله للمذر بورد بتاعتنا بالظبط، والاي سي بتاعنا هو الاي سي اللي موجود في المنطقه دي. عندي ده الاي سي ودي المقاومات اللي حواليه. خلونا كده ننظف عشان الصورة تبقى بالنسبة لنا واضحة، لأن أنا شايف إن في مقاومة هنا يعني ممكن تحتاج إن هي تتغير. طبعا سلامة الأي سي من عدمه في الوقت الحالي ما نقدرش نجزم بيها غير لما نحل مشكلتنا الأول اللي موجودة اللي احنا شفناها، يعني ممكن تكون المقاومة دي محتاجة إن هي تتغير، كمان المقاومة اللي جنبها. ولكن اعتقد في الوقت الحالي احنا هنبتدي من الجهة التانية من البوردة، اللي هي الجهة دي، الجهة اللي فيها عندي الفيوز في مشكلة. تمام، طبعا ده عبارة عن موسفت ترانزستور، ده موسفت الدخل. خلونا طيب نشوف برضو الممانعة بتاعتنا على اطرافه.
ده طرف من الأطراف بتاعته المهمة بالنسبة لنا بالكيلو أوم. طرف الدخل طبعا هتكون جاية من الفيوز مباشرة، وأعتقد إن دي الجيت. أنا شغال دلوقتي بدون سكيماتيك وبورد فيو، ولكن من خلال المعطيات اللي قدامنا ممكن برضو نشتغل. الطرف ده هو بالكيلو أوم بالنسبة لي. الطرف ده الأربع أطراف دول هم طرف واحد، الطرف ده والطرف ده والطرف ده والطرف ده هم عبارة عن طرف واحد. خلونا نعمل بس فوكس للكاميرا. يبقى هنا أنا ما عنديش أي شورت. طرف الفيوز فيه طرف من الطرف ده بالنسبة لي الممانعة بتاعتي بالكيلو أوم، والطرف ده بالنسبة لي بالكيلو أوم، وبالتالي أطراف الفيوز نفسها مفيش عليها أي شورت. ولكن أنا في ممانعة منخفضة عندي على المكثف اللي هي قيمتها تقريبا في حدود 76 أوم زي ما شفنا. فخلونا نبتدي بإن احنا نحقن فولت على الطرف ده، تمام؟ أو حتى ممكن قبل ما نبتدي إن احنا نحقن فولت خلونا نشوف الكلام ده على الاسكيماتيك بتاعنا، تمام؟ طيب مبدئيا كده خلينا نروح للبورد فيو بتاعنا. أنا كان طبعا على الكاباسيتورز الخاصة بالخارج كان عندي ممانعة قليلة هنا. طبعا الطرف ده هو اللي بيروح للشاشة بشكل مباشر بعد ما تحصل عملية البوست ويترفع الفولت عندي. كمان عندي هنا كان الفيوز ده كان محروق معايا. طبعا احنا اخدنا الممانعات او قيمة الممانعات بتاعتنا على طرفين الفيوز، ما كانش في عندي اي مشكلة. ولكن في الوقت الحالي طرف الخيط اللي احنا هنشتغل عليه الممانعة القليلة اللي موجودة معايا على الخارج، تمام؟ طيب خلونا بقى نروح دلوقتي للسكيماتيك بتاعنا. طبعا ده الفيوز اللي هو اف 7700، الكيو 7706 اللي هو الموسفت البيت شانل، هو الموسفت ده اللي موجود معايا على البورد فيو. بعد ما الفولت بيبدا يدخل بتبدا تحصل عمليه البوست من خلال الكويل ومن خلال الدايود ومكثفات الخارج، وطبعا اللي بيتحكم لي في الكلام ده كله الاي سي، تمام؟ طيب احنا بالنسبه لنا الخط ده او الريل ده، النقطه دي هي اللي كانت عليها الممانعه المنخفضه، تمام؟ طيب بالعقل كده او منطقيا خلونا نشوف الخط ده متوصل بيه. طبعا الخط ده زي ما احنا شفنا قبل كده او زي ما احنا هنشوف دلوقتي على البورد فيو، الخط ده متوصل مباشره بكونكتور او سوكت الشاشه بتاعتي. طبعا احنا شايلين الشاشه بتاعتنا في الوقت الحالي وبالتالي نتجاهلها. السوكت طبعا باين تحت الميكروسكوب ان هو سليم ما فيهوش اي مشكله، وبالتالي المشكله ممكن تكون معايا في اربع عناصر فقط. اول حاجه السي 7799، كمان السي 7797، والسي 7796، كمان الريل ده متوصل مباشرة بطرف من اطراف الاي سي اللي هي الطرف A5 واللي بتتسمى معايا الاف بي او خط الفيدباك بتاعي، تمام؟ يبقى احنا دلوقتي الممانعة المنخفضة دي مش هتطلع معايا او هتطلع بره الاربع عناصر دول، يا اما واحد من التلات مكثفات دي او الاي سي بحد ذاته. وانا اعتقد ان ممكن الاي سي نفسه هو اللي يكون فيه مشكله. فخلونا نبتدي دلوقتي بعيدا عن الكاميرا نلحم جامبر على الطرف ده ونبتدي نحقن فولت ونشوف اي من الاربع عناصر دول هي اللي هتسخن معايا، وبالتالي ده اللي هيكون فيه مشكله معانا، تمام؟ طيب خلونا نبتدي دلوقتي نوصل اطراف البورده بتاعتنا. طبعا الطرف ده انا لحمه في الريل اللي فيه مشكله عندنا اللي هو البوزيتيف، والنيجاتيف في اي جراوند في المذر بورد. طبعا هنستخدم الكاميرا الحراريه لانها هتكون اسرع معانا في كشف العطل. حقنا 1 فولت والكرنت درو عندي 25 ملي امبير. خلونا نرفع كمان 1 فولت والكرنت درو عندي دلوقتي تقريبا حوالي نص امبير، وعشان كده ممكن يظهر دلوقتي معانا اي حراره بالكاميرا الحراريه. بالكاميرا الحراريه خلونا نشوف الجهه دي. انا في عنصر عندي هنا بيسخن في المنطقة دي، يعني في المنطقة دي درجة الحرارة فعليا دلوقتي على الكاميرا الحرارية حوالي 58 درجة، تمام؟ طيب خلونا نشوف الجهة التانية من المذر بورد. طبعا المنطقة اللي هيكون فيها درجة حرارة اعلى هي اللي هيكون فيها مشكلة معايا. هنا في حرارة ولكن طبعا هي مسمعة من الناحية التانية من البوردة، لأن درجة الحرارة فعليا في الوقت الحالي 32 أو 33، وبالتالي المشكلة عندنا في المنطقة دي، تمام؟ طيب خلونا نشوف الكلام ده تحت الميكروسكوب. طيب دلوقتي تحت الميكروسكوب أعتقد إن الأمور واضحة جدا حتى بدون استخدام تينر أو كحول، ولكن خلونا نبتدي نجرب مع بعض.
على 2 فولت ساحب دلوقتي 133 ملي امبير. القرنت درو عندي مش ثابت، ولكن خلونا نزود على سبيل المثال دلوقتي 2.8 سحب معايا 5 امبير كاملة. لا خلونا نقلل شوية دلوقتي 1.8 فولت سحب معايا 3.4 امبير. طبعا الموضوع هيكون واضح جدا بالنسبة لنا، وزي ما احنا شايفين طبعا المكثف ده عندي هو اللي فيه مشكلة، لان ده اللي بيتبخر الكحول من على سطح المكثف اسرع من بقية المكونات، وبالتالي المكثف ده عندنا هو اللي فيه مشكلة. تمام، هنبتدي دلوقتي نغير المكثف ده ونرجع مرة تانية ناخد قيم الممرعة. طيب خلونا ناخد قيمة الممنع بتاعتنا مرة تانية بعد لما غيرنا الكباستور او المكثف بتاعنا. وزي ما احنا شايفين الممنع بتاعتنا رجعت الحمد لله للقيم الطبيعية واللي احنا محتاجينها، واللي هي قيمة الكيلو اوم. طبعا برضو احنا غيرنا الفيوز ده، خلونا ناخد قيمة الممنع برضو على طرفين الفيوز بعد ما غيرناه بالنسبة للجراوند. الطرف ده بالكيلو اوم، و
الطرف ده بالميجا اوم. تمام كده الحمد لله كل المنوعات بتاعتنا في الحدود الطبيعيه واللي احنا محتاجينها. بعيدا عن الكاميرا هنقفل المذر بورد في الجهاز ونرجع نجرب مره تانية مع بعض. طيب بعد لما قفلنا الجهاز بتاعنا خلونا نبتدي نجرب مع بعض. شغل الباور سبلاي ونضغط على بريس الباور، وانا شايف ان في اضاءه ظهرت معايا دلوقتي، ولكن خلونا ننتظر ظهور البيانات. الابل لوجو ظهر معايا والحمد لله الشاشه اشتغلت معانا والاضاءه بدون اي مشاكل. طبعا العطل بتاعنا كان عطل سهل وبسيط، كان ممكن يتحل العطل بدون استخدام الاسكيماتيك والبرد فيو، ولكن دايما انا بحب في الفيديوهات بتاعتنا طالما متوفر الاسكيماتيك والبرد فيو نستخدمهم عشان المعلومه توصل بشكل صحيح وكامل للناس كلها. دلوقتي طالما معانا ماذر بورد شغاله اكيد دلوقتي هسيب لك التشريح الخاص بالماذر بورد بتاعتنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وكالعاده كل اللي محتاجينه منكم دعوه من القلب.